اليوم يسرني ويسعدني من خلال برنامج كهرمانة أن أقدم لكم بعض النصائح والمعلومات الخاصة بعالم الأزياء والموضة، طبعا من خلال ما اكتسبته من خبرة مشاركات مع المصممين العالميين والعرب، وحاولت أنقل تجربتي وخبرتي اللي اكتسبتها خاصة في سنة 2019. طبعا تصاميمي لهذه السنة جمعت ما بين الموضة الأوروبية والشرقية. من ضمن كولكشن 2019 الخاص بتصاميمي هذا الفستان المكون من قطعتين، اللي هو عبارة عن خليط من ألوان النيون اللي دارج خلال سنة 2019. طبعا الفستان الثاني يختلف جذريا عن الفستان الاول، اختاريناه من لون الاوف وايت من الالوان البارده، اضفنا عليه كيبور او دانتيل، اضفنا عليه بعض من التطريز الورود الصفراء، اضفنا عليه لمسه اوروبيه بحيث وظفناها بطريقه صحيحه تناسب الموضه المعاصره. اتمنى انه تكون اخر تصاميمي حازت على رضاكم، إن شاء الله القادم راح يكون أفضل، وإن شاء الله راح تشوفون شيء جديد يواكب دور الأزياء العالمي. شكراً لكم.